الوحدة اليمنية أولا استعادت الدور التاريخي والريادي لليمن، ثانيا تم توحيد النظام السياسي الذي آنذاك الذي كان هنالك نظام سياسي شمولي في الجنوب ونظام سياسي في الشمال، وكانت هذه الأنظمة تخلق الصراعات ما بين الشطرين مما يؤدي إلى إضعاف التنمية والاقتصاد في كلا الشطرين. أكبر مصيبة وأكبر انتكاسة تاريخية ستكون هي تقسيم اليمن، هذه ستكون لعنة تاريخية. اعتقدوا الوحدة جغرافيا وقسموا الشعب والنسيج المجتمعي إلى تشظي، كل حسب طيبته وحسب عرقه وحسب دقايه. فالوحدة حقيقة كانت محط اهتمام الشعب والعالم. الوحدة اليمنية شيء إيجابي، لكن المشكلة أن النخب هي اللي فشلت. أما بالنسبة للوحدة هي إنجاز عظيم، لكن النخب السياسية أو الحزبية هي الذي أفشلت نتيجة الصراع على المصالح على الموارد، ومن هنا هي نتج زي ما نقول التكسي الانتهازية، فأصبح من تضرر يلوم الوحدة، من تضرر في مصالح يلوم الوحدة، لكن في النهاية الشعب اليمني واحد. واجب المثقفين والمتعلمين والنخبة التي تعلمت وارتقت وخسر عليها الشعب من دمه وصاروا في الصفوف الأولى أن يكونوا يعني وحدويين بحق وحقيقة، لا يكونوا وحدويين بالكلام ولكن وحدويين بالفعل والعمل، ويجب أن يقاتلوا على الوحدة وأن يعضوا عليها يعني بأنيابهم وأباطرهم.